باودر جنجر اور فريش، يا جنزبيل طازج يا جنزبيل بودرة. بتحتاج الجنزبيل البودرة بديل للجنزبيل الطازج المغلي. نمبر 2، نمرة 2، محتاجة 3 ورقات أو 4 ورقات على الحلة اللي فيها الجنزبيل بتاعك مع المية، ورق الغار أو ورق اللوري. أنا لو أقول لكم إن كنت بحس إن زوري بيطلع بهارات كل يوم من كتر ما أنا بملى الإزازة بتاعتي الكبيرة وبشرب منها كل 5 دقايق. ورق الغار فوق الجنزبيل المغلي في الحلة، 3 ورقات، ونشيل العلاج بعيد. وآدي الحلة قدامكم. محتاجة ليمونة أو ليمونتين على حسب. لو الحالة صعبة بتاعة الكورونا عندك أو عند أهل بيتك محتاجة ليمونتين كبار. لو الحالة بسيطة عبارة عن أعراض الإنفلونزا محتاجة نص ليمونة فقط لا غير، ما بنعصرهاش. بتقطعي الليمونة لقطع صغيرة جدا بالشكل العشوائي اللي هو أصلا طرنشات، واللي مش فاهم حاجة يكتب، ولما انا بخلص الادمن بيبعت لي يقول لي في سؤال 1 2 3. الخاص مغلق، تعبوش نفسكم، اتشتمت كتير، كفاية كده. الليمون بيتقطع طرنشات on top of the ginger like this، وبتنزلي بيه على الجنزبيل زي ما هو كده تاني. محتاجة قرنفل المسمار حبة صغننين جدا في كف ايدك، والخلطة دي بتعيش شهور في التلاجة، وما تقلقيش تقدري تعمليها وتحطيها في علبة بلاستيك كبيرة او ازازة بلاستيك كبيرة بالمكونات بتاعتها في الفريزر. وقت ما يحصل اي مشكلة طلعي الازازة بتاعتك من الفريزر واكسري الازازة من برا البلاستيك باي سكينة او مقص وحطيها في حلة كبيرة وغليها. وادي كبشة قرنفل قدامكم على الليمون والجنزبيل وورق الغار او الورق اللوري، عشان اكون يعني بقول لكم بامانة. محتاجة لو مفيش القرنفل المسمار ممكن القرنفل البودرة، معلقة فقط لا غير عشان ما يبقاش تقيل. محتاجة القرفة، سينمون او القرفة التانية العيدان اذا متاح، ده او ده اللي موجود منهم. انا هاخد العيدان لان دي خلطة انا هخزنها عندي عشان انا داخلة على الشتاء. النهاردة 3 تحت الصفر، خلاص العلامة بانت، وفي ناس كتير عيانة على فكرة، في ناس عندنا في انجلترا عندهم كورونا فعلا. ومحتاجة كمان الحلبة، الحلبة بتاعت السبوع، معلقة فقط لا غير من الحلبة. A large spoon، معلقة كبيرة. Yes. حلبة، اللي بيكتب لنفسه ما يكتبش لغيره. انا خلاص هحولها لخناقة هنا، وما تمسحوش قد من اي حاجة. واللي عايز يشتم يتفضل يشتم، واللي عايز يسبني يتفضل يسبني،
وكل واحد هيترد عليه بقى بطريقته. معلقة ممسوحة من القرفة بودرة او قرفة عيدان. انا حطيت العيدان لكن هحط النص كمان قرفة لان القرفة مفيدة جدا جدا. ما تقوليليش ده في اعراض مش عارف ايه عندي، ده في اعراض. مفيش اكتر من الكورونا اللي بتخلص على البني ادمين، اللي موتت اعز صاحب ليا اصلا من سنة. هتنزلي على المكونات بتاعتك بالمية وتزودي المية على قد ما تقدري، وهتحطيها على النار علشان تغلي.